مجدا ليسوع. الآن أعلن أعلن هذا هو كتابي المقدس. أنا أؤمن بكل كلمة موجودة فيه. كل وعد هو لي يتحقق بحسب وقت الله. أنا أؤمن بأن كلمة الإيمان تخترق قلبي وتأتي على أرض صالحة فتعطي ثمار 30، 60، و100. سوف أتغير اليوم، سوف أتغير باسم الفادي الحبيب يسوع. هاليلويا. يا رب الآن أنا أصلي بأنك أنت تفتح أذهاننا لكي نفهم الكتب وقوة الله. تعال الآن يا يسوع واصنع فينا يا رب بحسب مشيئتك. تعال الآن يا رب جهزنا لكل عمل صالح لكي نبني على أساس كلمتك يا رب، ونبني على أساس خططك ووعودك لنا الصالحة. تعال أنت تكلم يا رب، أنت أظهر، ملكوتك يزيد، ملكوتك يزيد، أنت تزيد ونحن ننقص. أنت يا رب اسمك وحده يرتفع وليس أي اسم آخر، ومجدك يرى. آمين ثم آمين ثم آمين. تفضل. مجدا ليسوع، مجدا مجدا للرب يسوع المسيح. نريد اليوم أن نتحدث ونكمل حديثنا عن التلاميذ، وصرنا فترة ما حكينا عن التلاميذ. اليوم نريد أن نعود إلى حديثنا عن التلاميذ، لأنه مفروض في هذا الويك أند أو هذا نهاية الأسبوع اليوم نكون عم ننهي موضوع التلاميذ وننتقل إلى حديث عن شيء آخر. ومثل ما كلكم عارفين ينبغي أن نبدأ حديثنا عن المواسم وعن الرغبات في هذه المواسم، وكيف الأمور هذه ينبغي أن تبدأ في الأسابيع القادمة. الله راد أيضا في الأسبوع القادم تخيل رح يكون في بيناتنا السبيريت شانل لتصوير، ومنشكر رب أنه الله عم يعمل بشكل غير عادي من خلال الإعلام المسيحي في هذه الأيام، ونشكر رب من أجل هذا الموضوع. إذ تحدثنا عن التلاميذ تحدثنا عن التبعية. يا أحبائي، في حياتنا المسيحية هي حياة مستمرة إلى الموت. الآن لما بقول الموت عم بحكي موت جسدي أو الانتقال إلى السماء بحسب مشيئة الرب، إن كان بالاختطاف أو كان بأنه نهاية هذا الهيكل اللي أنا وياك عايشين فيه. إذن الحياة المسيحية لها بداية لكن ليس لها نهاية. قلت كلمة هامة بس معظمكم مش مركز معي اليوم. الحياة، قول معي، الحياة المسيحية لها بداية ليس لها نهاية. بمعنى آخر الآن الولادة الجديدة لها بداية لكن ليس لها نهاية. ليه؟ لأنها بحسب الروح القدس. حدا عم يفهم علي الآن؟ وتذكر معي الآن، الله ليس له لا بداية ولا نهاية، صح؟ لكن أنت لك بداية لكن ليس لك نهاية. إذن أنت مخلوق ولست الخالق. أمين؟ نعم. ومشان هيك الآن لأن لك بداية، إذا بتعرف بالضبط إمتى ولدت ولادة جديدة. عادة أنا بالنسبة لي، أنا بالحقيقة أنا ما بعرف إمتى بالضبط، أي نهار بالضبط تمت الولادة الجديدة، لكن بعرف أني ولدت ولادة جديدة من حوالي 21 سنة. ومن هذاك الوقت إلى الآن حياتي لم تعد كما كانت، أفكاري لم تعد كما كانت. ينبغي أن أفكاري تبلش تتجدد لكي تشبه هكذا قال الله. والتجديد يا أحبائي يحدث في القلب، لكن التغيير يحدث في الذهنية والعقلية والسلوك بحسب كلمة الله. مشان هيك الآن أن تولد ولادة جديدة هذا لا يعني بأن تغيرت عاداتك. إذا ملاحظ، أن تولد ولادة جديدة هذا لا يعني بأن تغير شكلك. إذا ملاحظ أيضا، بعدك نفس الشخص، وقفت قدام المراية، أنت ولدت ولادة جديدة لكن بعدك نفس الإنسان، لم يتغير شيء فيك غير أنه بالحقيقة ولدت ولادة جديدة. شو يعني ولدت ولادة جديدة؟ إنه كان هذا الروح اللي فيك ميت. تقول لي كيف كان ميت وأنا كنت عايش؟ اسمعني شو بقول لك الآن، كان ميت لأنه ليس له أي علاقة مع الله. صحيح؟ عشان هيك يسوع قال دع الموتى يدفنون موتاهم. هل كانوا موتى هذول جميعا إطلاقا؟ كانوا عايشين لكن لم يكونوا يحيوا بنظر الله. عشان هيك الآن صار فيك تفهم الآن كيف كان الله يميز شعبه في العهد القديم، لأنه غير هيدوك لم يكونوا عايشين روحيا. حدا عم تسمع علي الآن؟
لم يكونوا عايشين روحيا. الأشخاص اللي هن تحيا الآن هي الأشخاص اللي ولدت ولادة جديدة بنظر الله. آمين. الآن إذ كان لها بداية وليس لها نهاية، هذا لا يعني أنه ليس لها مكونات للحياة. معي؟ ولاحظ معي، هناك طعام روحي كما أن هناك طعام جسدي. لا ولا بلا؟ نعم. ولأن لها طعام روحي، إذن إذ كنت أنت الآن لا تحيا بهذا الطعام الروحي، أنت بحكم الشخص الذي لا ينمو، وبحكم الشخص الذي لا ينمو روحيا بمعنى آخر سوف تظل بمنأى كليا عن الحياة الحقيقية. الآن الشخص الذي لا يتعرض للطعام الروحي، هل هذا يعني بأنه لم يولد ولادة جديدة؟ ممكن. ليه؟ لأن الروح اللي فيك يطوق للطعام الروحي، لأنه دائما ينبغي أن يكون جائع. اسمعني شو بقول لك. لين إذا كان جسدك يحيا، حتى لو أنت الآن ما بدك، لما بتجوع كتير رح تعمل حياة لشي لتأكل، جزء من الغريزة الجسدية، صح؟ في كم حدا فهم علي كتير منيح؟ بيعمل حياة لشي لشو؟ أبدا. الآن غريب أنه أنت الآن ليس فيك أي شوق أن تبتلع طعام روحي، يعني أنك تصوم روحيا لفترة طويلة، ولكن لا يوجد، يعني بعد فترة أنا بقدر أفهم مثل أشخاص قطعت بفترة دون أن تأكل طعام روحي، بفهم، لكن ما بقدر أفهم أنه بعد هذه الفترة اللي ممكن تقطع، اللي ما نحكي فيها بالمواسم، أن لا يحدث بحياته جوع وشوق شديد للرب أو للطعام الروحي. غريب هذا أن يحدث، لأن الخليقة الجديدة يا أحبائي كالخليقة تحيا على الطعام الروحي. الكتاب يقول ليس الخبز وحده ويحيا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الرب. يسوع حتى قال طعامي أن أصنع مشيئة الذي أرسلني. إذا أيضا كان فيك تأكل على الكلمة الله، فيك تأكل أنك تعيش بحسب مشيئة الله. أيوة. نالان إذا أقول هذه الكلمات، إني أقول إذن بمعنى آخر حياتك في الجسد، حياتك في الكنيسة، حياتك كشخص تلميذ وتابع لها بداية ولكن ليس لها أي نهاية. ومشان هيك الآن ينبغي أنك تعيش بهذا النظام الجديد، ينبغي أن تعيش بهذه التلمذة الجديدة. حدا فهم أنا شو عم بحكي اليوم؟ قول معي ينبغي أن أعيش كتابع. نعم، هذا يعني من البداية حتى لي يهر سناني ويصير شعري أبيض وينحني ظهري وإلى أن يأتي يسوع. هذا يعني بأني سوف أدرب نفسي أن أحيا بأسلوب ما بغض النظر عن ما جسدي ونفسي يقول لي. ما حدا سمع شو عم بحكي. الإنسان التابع يا أحبائي، ولا مرة تقرأ بحياة الرسل، ويوم عم نحكي عن واحد من أعظم هدول الرسل هو الرسول بطرس، اللي دفعوا أثمان غالية في تبعيتهم للرب يسوع. أنا وياك اليوم يمكن مش مطلوب منك هذه الأثمان الجسدية، لكن اسمعني جيدا، إن كان الاضطهاد الجسدي قد توقف، الاضطهاد النفسي لم يتوقف، صح؟ ولربما يكون أصعب من الاضطهاد الجسدي، لأنه إذا في عدو بتعرف وين هو وبيحاول يقتلك بتهرب منه أو بتتخبى منه أو بتعمل حيلا شيء لتحشي، مظبوط؟ لكن إذا في عدو بالحقيقة بقلب بيتك، إذا في عدو كل يوم بيطلع عليك من خلال شاشات التلفزيون، كل يوم بيطلع عليك من خلال الإعلام، بيطلع عليك من خلال الإعلانات على الشوارع، بيطلع عليك من خلال فكر الناس والجيران والقرايب والأشخاص اللي حول منك، بيطلع عليك من خلال سهام ملتهبة في شغلك، اضطهاد بالأفكار، بالفلسفة، بالتقاليد، بالأنظمة، بالتصرفات، باللبس، بالخلاعة، بالشهوات الرديئة، بأمور العالم، يطل عليك من خلال هذه الطريقة. ف
فجأة عم بتلاقي حالك بأنك أنت بالحقيقة بحرب مستمرة في فكرك. يا أحبائي، إن الحرب الروحية الحقيقية هي حرب موجودة في رأس البشر، هي حرب على من يحتل ذهن البشر. ومشان هيك قلت لك إذا أنت قدرت أنك تغير فكرك قدرت أنك أنت تتغير، لأنه كما أنت تفكر هكذا أنت أيضا. ومشان هيك الآن في كثير أشخاص ما عم بيقدروا يتغيروا من برا، لأنه بالحقيقة أفكارهم بعد ما تغيرت رغم أنه بيجوا على الكنيسة بيقولوا أمين. ما هذا قال أمين هلا؟ هو موافق لكن بالحقيقة أفكاره لم تتغير. ليش؟ لأن هذه الأفكار لم تصبح طعام روحي بعد. بمعنى آخر، الذي يتحكم بحياته الروحية هي ليس جوع وعطش لله وتبعيته المستمرة بتلمس حقيقية للرب يسوع المسيح، إنما الذي يتحكم بحياته الروحية جسده ونفسيته. إذا كان مبسوط بتلاقيه صار بالكنيسة، صار عم ببشر، صار عم بيعطي، صار عم بيخدم الرب. إذا كان تعيس بتلاقيه مش موجود بالكنيسة، لا عم ببشر ولا عم بيعطي ولا عم يخدم الرب. إن كان جسده تعبان بتلاقيه جسديا أثر، جسده يقوده أنه أنا هلأ تعبان، ألارم لازم روح أعمل شيء. إن كان جسده نشيط حتى كمان على الحالتين، ما بتشوف على الحالتين. ليه هلأ جسدي نشيط خليني روح أعمل لي شيء مشروع؟ هذا هون اليوم. تبعية يسوع يا أحبائي هي تبعية تعلمك أن تطلق هذا العالم بما فيه من شهوات. محبة هذا العالم هي عداوة لله، بيقول الكتاب المقدس. ألو، بعدكم على الخط؟ أو خلي أو انطور معي أو غيرت الموجة. شو عم بحكي الآن يا أحبائي؟ عم بحكي الآن نحن مع بعض. ليش أنا عم علم؟ في ناس يمكن تسأل ليش الأسيس هذا عم بيحكي في هذه الأوقات عن التلاميذ؟ لأنه بالحقيقة رؤية هذه الكنيسة هي رؤية تلمذة. رؤية هذه الكنيسة هي ليست أن نجمع أتباع من دون تلمذة. معي؟ بمعنى آخر الآن ليست أن نجمع خلينا نقول هيك أعداد من دون تلمذة. إذا بدنا نجمع أعداد من دون تلمذة نكون بالحقيقة يعني حيالله إنسان ممكن يقول إنه هذه الكنيسة وصلت إلى مكان ما، هاللويا، وكتير تمام، ومش يعني في ناس بيطلعوا من هاللويا كله تمام وكله ماشي والبلد ماشي والانتخابات ماشي. لكن بالحقيقة ما في شيء ماشي. عم سمعني شو عم بحكي الآن؟ بالحقيقة الآن أنا وأنت إن لم ندرك بأننا موجودين في هذا البلد بالذات اللي اسمه لبنان، ليس بالصدفة. الآن الله ما خلقك بهذه العائلة لأنه غلط بعدين أنت رجعت يا رب شو عملت لحظة رجع لك أنت كي لازم تكون في سيبيريا، كيفك يا عمي غلطنا معك، يلا دبر حالك، يلا شو بدنا نعمل؟ شو اللي بيدك هاته يعني شوف كيفك زبط وضعك، عيش بلبنان مثل ما بتقدر، شو بدي اعمل لك؟ كان مفروض تكوني انت بفرنسا هلا، بس زبط انه عم بحط كل ملك قام جيت بالغلط وسوري غلبطنا معك. الله ما عنده هيك قصص يا احبائي اطلاقا. الله عارف بالذات بالضبط انه وين مكانك لازم يكون. معي؟ والله واضعك في هذا البلد بالذات من أجل هذه الأيام. طيب إذ نحن الكتاب يعني الرب يسوع الآن ينظر إلى التلاميذ في لبنان وبيقول هذه الكلمات، بيقول يا عروسي في لبنان هل أنت جاهزة؟ الآن يا عروسي من لبنان هل أنت رائحتك الآن زكية معطرة؟
الناس تشم رائحتي فيك، الناس ترى النور. هل أنتم نور؟ هل أنت نور هذا العالم؟ ما ليس هذا رائع يا أحبائي، بأن ملك الملوك ورب الأرباب قال أنا نور العالم، بعدين قال أنتم نور العالم. أليس هذا بحطك قدام تحدي قوي، بأنه أنا نور العالم، بس هلأ لحظة أنا طالع، أنت هلأ نور العالم. أنتم ملح الأرض، قال إن فسد الملح فلا يعود ينفع لشيء غير أنه يطرح خارجا والناس تدوسه بأقدامها. أنت ملح الأرض، أنت نور العالم، أنت رائحة المسيح الطيبة. الآن بمعنى آخر، هذه الأيام بالذات اللي نحن عايشين فيها أزمات تطرف في كل العالم العربي وفي كل العالم بالحقيقة، علينا أن ندرك بأن الحل الوحيد الله بالرب يسوع المسيح قد أمرنا أن نأخذ هذا الإنجيل في كل أنحاء العالم. أمرنا. سمعتني شو عم بحكي؟ ليه ما حدا عم بيرد علي؟ مخانقيني؟ طلب لحدا قال له الرب أمرنا، قال له إذا سألك شو أمرنا، قال له أمرنا اذهب إلى العالم أجمع واصنع تلاميذ. الرب أمرنا أنه نعمل هيك. لاحظ، لم يكن اقتراح من الرب. تبهت علي؟ الرب ما اقترح، ما قال أنا شباب أنا الليلة طالع عند الآب، يعني شو حلو إذا أنتوا بتروحوا، شو حلو، يعني أنا بقترح عليكم أنه تذهبوا إلى العالم أجمع، بس أنتوا مثل ما بدكم صلوا، شوف شو بك تعملوا، صلوا، إذا لقيتوا منيح تروحوا روحوا، إذا ما لقيتوا كتير منيح تروحوا بلاها الروحة. لا، يسوع ما قال هيك يا أحبائي، يسوع قال اذهبوا، واذهبوا وفعل فعل أمر. نا بتعرف شو المشكلة يا أحبائي في هذه الأيام؟ في هذه الأيام إنه الكنيسة بدل ما هي تذهب، الكنيسة هي عم بتقول ليسوع يا رب أنت اذهب. أنا وياك مغلطين، يسوع قال اذهبوا، بينما بتسمع اليوم الكنائس عم بتقول يا رب روح على سوريا، روح على إيران، روح على السعودية، روح على العالم العربي، يا رب روح لهون، روح يا رب على لبنان، روح لعند قرايبينا، يا رب زور حماتي. رب عم بيقول لك لا لا لا، انت 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 روح. يا رب انت روح. لا لا لا، انا قلت انك انت تروح، أنا معك، أنت روح. ومعظمنا إذ لا ندرك هذا الموضوع، نفتكر أنه أنا وياك فينا نبعث الروح القدس، لكن بالحقيقة الروح القدس يريد أنه يبعثنا نحن. وفي خلاف كتير كبير بيننا وبين الروح القدس بهذه الأيام، أنه معظمنا بنعتقد أنه نحن فينا نصلي والروح القدس بيروح. نشكر الله من أجل الصلاة لأنه بتعطينا قوة روحية أن نذهب، لكن الروح القدس ما رح يروح إذا أنت ما رحت. ليه؟ لأنه الله قال أنك أنت تروح، هو ما رح يغير رأيه. والآن إذ أنا وأنت نحيا بهذه التبعية إلى الآخر، حياتي وحياتك لن تعود منشغلة بأمور كثيرة. اليوم إذا بدي أعمل سيرفي، بدي أعمل إحصاء، اسأل الناس المؤمنين الآن شو الأزمات اللي بيوقعوا فيها بحياتهم على الأرض، بتلاقي 90% من هذه الأزمات بسبب أنه ما بطيعوا كلمة الله، وبقية 10% هي بسبب أهوائهم الخاصة، لكن 90% بسبب أنه دائماً عندهم خطة تخالف خطة الله بالحقيقة، عندهم خطة تخالف خطة الله بحياتهم. يا أحبائي، الكتاب المقدس يعلمنا عن التلاميذ الأولين بأنهم ضحوا بكل حياتهم من أجل خطة الله. اليوم نحن نضحي بكل خطة الله من أجل حياتنا. شفت الفرق؟
وهذه هي المشكلة. أشخاص دفعت أثمان غالية من أجل خطة الله رغم أنها تعثرت وسقطت. واليوم أريد أن أتحدث عن موضوع، اذهب معي الآن إلى إنجيل لوقا. تقرأ معي الآن يا أحبائي كيف قام الرب يسوع المسيح، وتقرأ بأن الشخص الذي كان مفروض أن يقف حد الرب خان الرب، واللي عم نحكي عنه اليوم هو الرسول بطرس. عم نحكي عن هذا الرسول اللي حكينا عنه لمدة طويلة، الرسول بطرس يا أحبائي، اللي هو حجرة اللي انتهر يسوع بسبب كبريائه، بسبب أنه اعتقد بأنه هو الشخص الهام الآن في الكنيسة، وانتهر يسوع لأنه بالحقيقة افتكر أنه يسوع عم بغلط الآن، هو عم بسمع من الرب، أنا عم بسمع من الله أكثر من يسوع. يا ما أشخاص بالحقيقة بتوقع بهذه الغلطة، تعتقد بأنه هي روحية أكثر من الرب، تعتقد بأنه هي بتسمع من الله أكثر من أي شخص آخر. إن بداية أي بدعة في العالم يا أحبائي، شخص ببلش يسمع من الله فوق ما هو قد كتب. حدا عم تسمع علي الآن؟ بدك تعرف كيف ممكن تصير بدعة؟ كيف ممكن تتحول لبدعة؟ تتحول لبدعة بكل سهولة بأنك تبلش تسمع من الله فوق الأشياء اللي الله كتبها. الكتاب المقدس بيقول لا ترتقي بأفكارك فوق ما هو مكتوب. معي؟ ما تقعد تتخيل أشياء مش مكتوبة بالكتاب المقدس، ها؟ مش على ضوء كلمة الله، ولا بتوصل لمحل خطر. وفجأة إذا وصلت لمحل الخطر بتحاول لتقدر تبرر هذا المحل الخطر، تلاقي له فتوى من الكتاب المقدس، وهيك ثلاث أرباع البدع بلشت. الآن يتحدث الكتاب بأنه الرب حذر، يعني أنا ما بدي فوت الآن بتفصيل ممل عن هذا الموضوع، لكن بتعرفوا كله يتكون بأنه الرب حذر بطرس. يا بطرس، أنا في أورشليم لما كانوا على المائدة الرب، أنا سوف أقتل، سوف أصلب، سوف أهان، وأنا المكان اللي أنا رايح فيه ما حدا رح يقدر يروح عليه، والكأس اللي أنا رح أشربه ما حدا منكم رح يقدر يشربه. بتعرفوا طبعا ابني زبدي قال لا، نحن رح نشربه، لو بالحقيقة شربه بعدين. والحديث اللي صار مع بطرس، لاحظوا معي يا أحبائي، فجأة بطرس بمحبته للرب وطبعا بالثقة اللي أخذها بأنه سمع صوت الله مرة، لو الجميع أنكرك، لو الجميع تركك، أنا ما بتركك. يا لهذا القلب الرائع، يا لهذا الالتزام غير المحدود. اسمعوني جيدا يا أحبائي، هل كان بيقصدها بطرس؟ نعم؟ ايه ولا لا؟ هذا موافق انه بطرس كان صادق؟ ما كان عم بيمزح؟ لو الكل تركك انا ما بتركك. وفجأة رب يسوع نظر الى بطرس. انا دائما بتخيل نفسي الان، ليش كان ممكن تمر الحادث يعني من دون نكران بطرس؟ ليش بطرس كان ينبغي ان ينكر يسوع؟ دائما بسأل حالي هذا السؤال، وصلت لجواب هلا رح لكم اياه، يعني بس انه عم بسأله لتصير انت ايضا تسأل حالك هذا السؤال. ألم يكن يعني جيد انه يسوع يروح على الصليب من دون ما بطرس ينكره؟ هذا الرسول العظيم، يعني اللي بضل يحكي، اللي بضل عنده اشي يقوله. طبعا بهذيك الوقت قال بطرس لو الكل تركك انا ما بتركك. نهيدوك عدوا للعشرة، لحداعش الباقيين قال لك هو لحظة، إذا قصة موت خلينا نشوف، خي العملية الحياة مش لعبة. لكن بطرس ما حسبها، فات باللعبة، لو الكل تركك أنا معك للآخر، أنا معك للآخر. وفجأة نظر
قرب يسوع لبطرس: بطرس، اليوم قبل صياح الضيق رح تنكر انك بتعرفني 3 مرات. نعم، بتخيل بطرس الان يسوع قال هالكلمات. إذن يسوع ولا مرة بكذب، لكن أنا رح فرجي ليسوع أنه هو غلطان. أنا برأيي بطرس كان قاعد بهذيك الوقت بين التلاميذ وعم بقول لهم هلأ يسوع عم بقول هيك حتى لي مي، يعني عم بقول لي اقتراح أنه أنا يمكن لأنه زدت شوي بالحكي، بس أنا رح فرجي اليوم إنه هو غلطان. والكتاب يقول بأنه لما أجوا التلاميذ، لما أجا يهوذا لكي يخون الرب يسوع، لما أجا يهوذا لكي يخون الرب يسوع مع جنود من الهيكل، الكتاب يقول بأنه أول ما شافهم بطرس شال السيف وقطش دينين. فرجي إنه غلطان. أول واحد بطرس، تخيل شيل هيك. اسمي سوا. وأطش له دينته لخادم قائد الهيكل، لو خادم القيافة. ها؟ الكتاب يقول في الحال الرب طبعا شفاه لهذا الشخص. يعني عم تخيل الموقف يا احبائي، بليز تخيلوا معي الموقف. بطرس، رد سيفك الى غمده. اللي بيتاخد بالسيف، بالسيف بيرجع بيتاخد. من الدم يقود الى دم، والعنف الى عنف اكثر، والانتقام الى انتقام اكثر. مش هيك بتبرهن لي بانك انت صادق. لا، اسمعوني جيدا يا احبائي، هذا بقول لك انه انا وانت لا نستطيع ان نتبع المسيح بقوه جسديه. لا، قد ما انت تعتبر حالك اوضاعي، وياما اشخاص اعتبر انه انا، في ناس بيقولوا لك انا اصلا قبل ما اجي للرب هيك كنت. سمعينا هذه من حدا قبل؟ انا اصلا انا كنت ادمي اصلا توني قبل ما، يعني انا اجيت هلا امنت، بس انه انا اصلا كل حياتي ادمي. وبيعتبر بانه هذه الادميه اللي انا عايش فيها الان تنفع بالحياه الروحيه. اسمعني شو بدي لك الان، الحياه الروحيه ليس لها اي علاقه اذا كنت ادمي او شرير. اسمعني شو بدي لك الان، يا ما اوادم رح ينزلوا على جهنم، ويا ما اشرار رح يطلعوا على السماء. فاجئكم اليوم، بجهنم رح بيكون في كثير ناس اوادم، مع الحيط مع الحيط، يا رب يوصل على البيت، لكنه بالحقيقه لم يولد ولاده جديده حقيقيه. وياما في أشخاص زعران كانوا عايشين على الأرض لكن استسلموا كليا للرب، كهذا الشخص اللي قال اللهم ارحمني إني خاطي. ليه؟ رح تشوفوا بالسماء فوق. إن الحياة المسيحية لا تعتمد على قوتك البشرية، إنما تعتمد فقط على صليب وقيامة الرب يسوع المسيح، وعلى نعمة الرب يسوع المسيح اللي فيها من عيش اليوم. بأنك تعتقد نفسك بأنك إنسان صالح. يسوع مرة أجى لعنده واحد قال له أيها المعلم الصالح، قال له ما في حدا صالح غير الله. ألم يكن يسوع صالح؟ سؤال، اسألكم سؤال، يسوع كان صالح ولا؟ طب ليش قال هذه الكلمات؟ لكي يقول لهذا الشخص بأن صلاحك ما بيطلعك على السماء. يا ريت في حدا عم يسمع علي اليوم. تقول له انه قد ما بدك تكون صالح، هذا الشخص لما عم بيقول له ايها المعلم الصالح كان عم بيقول له انا صالح. تعرف كيف بعرف؟ اجا قال له أنا بحفظ الوصايا، حفظها كلها عن غايب، أنا إنسان عايش 100% بحسب تكوين وخروج ولاويين وعدد وتسنية، حفظهم عن غايب. قل لي شو بدك، أنا بعرفهم.
بعرف كل الشريعة وأني عايش بحسب الشريعة. وفجأة أنا رب يسوع قال له لحظة هذا لا يجعلك صالح، لأن بدك تكون صالح روح بيع كل شيء وأعطيه للفقراء وتعا اتبعني. قال فمضى حزينا لأنه كان يمتلك ثروة كبيرة. وياما أشخاص صالحين لكن يسوع مش بحياتهم، الله مش الأول، بيفتكروا أنه فيهم يفوتوا على السماء بحسب برهم الذاتي. اسمعني جيدا، لم يوجد أمام الله إنسان واحد بار، الجميع قد أخطأ وأعوزهم مجد الله، الجميع بما فيهم أنت. كل واحد طالع بحد يقول له أنت أيضا، حدا مصدق؟ حدا بيصدق أنه أنت أيضا كمان؟ حدا موافق معي؟ مرة أجابوا لعند يسوع امرأة زانية، قال لي قوة بفعل الزنا، يعني صالجين له. يعني كيف عادة الواحد امتى بيزني؟ بيزني بالمساء، مظبوط؟ مين؟ من المعروف ما حدا يمس بالدي السربي عادة هيك، صحيح؟ صحيح ولا لا؟ شارب؟ الآن سؤال، كيف ممكن، يعني قديش واحد يكون محترف ليقدر يلقط واحد بحالة الزنا؟ يعني طالعين على اللس. وهن عم يزنوا الجماعة، مظبوط؟ حطينا براسهم لهذه الامرأة، صار لهم فترة عم بيراقبوها، قاموا لقطوها بحالة الزنا وقال لك اشتري الرزقة. كل واحد لمع له حجرين، اصلا كان حاطتهم هون حجار، يعني بيبقى وزدتوها على باب المدينه، لكن مثقبة انه كان في واحد اسمه يسوع هناك. هللويا من اجل يسوع. اليس هذا شفيع رائع يا احبائي؟ اليس هذا رائع انه انا وياك ممكن كنا نكون محل هذه الامراه، لكن هناك من يشفع بنا. هللويا، اسمه يسوع. قالوا كل منكم من ليس له خطيئة فليرميها بالحجر واحد، وبعدين كمل يكتب قلب اصبعه على الأرض. قال وابتدأ يفلوا من هداك المكان ابتداء برجال الدين، يكبوا الحجار. فجأة صاروا مشغولين، مع أنه هن صاروا لابد، يعني لربما صاروا شي شهر ناطرين هذه اللحظة، ناطرين عم بيطبين عم بيلاحظوا كلهم بينور درو. عرفت كيف؟ حطوا عليا جواسيس. ألو هل تسمعني؟ طلعت من البيت، ثلاثة أربعة عم بيلحقوا. كيف يلقطوها بحالة الزنا؟ مستحيل. يعني على فكرة الشريعة، لك الشريعة شو غريبة بعد أحيان، الشريعة لا تدين اثنين إذا كانوا اثنيناتهم مزلطين حد بعض، هذه مش حالة زنا بعد. عم بحكي جد، أليس هذا غريب؟ لكن لقطون بحالة الزنا، يعني كان ما عندهم فرصة، كان ولا شيء، يعني بابا تكون أوضح من هيك يعني. يطلع لي هلأ واحد اللي ما فهمت بيحرجني. كارثة كبيرة بتكون. بشرح لك بعدين المفهوم. نهار الثلاثة بالعلاقات إن الله رأى. كونوا هون الساعة 2 المساء. لكي يجدوهم في حالة الزنا، يعني كان ينبغي أنه يسخروا أشخاص عديدين لأجل هذا الغرض،
وأن يصلوا بالوقت المناسب، يعني يبقوا ناطرين لكل شيء يتم ويدخلوا في الوقت المناسب تيكتشفوا. لأنه صعب إذ تقرأ في كل العهد القديم قليل ما تشوف حدا وقع بحالة الزنا، رغم أنه كان في كتير زانيات، لكن ما حدا كان يقدر يرجمهم لما بيلقطهم. تطلقت وحدي يعني كتير كتير صعب، لأنه حتى لو لقطة عرياني هذا لا يعني أنها بحالة الزنا مع رجل، حتى لو هذا لا يعني أنها بحالة زنا بحسب العهد القديم. هلا إيش شباب هللويا عم بحكي عهد قديم، عهد جديد من نصر إلى امرأة فشتها وقد زنى بها قد قيل لكم هيك بالقديم، هلا تغير وضع، ما تسنوا سنينكم كتير شباب، فهمكم أنا كتير منيح، توبوا. هذا عهد قديم، حطيلي بس نحط النقاط على الحلو. الآن يا أحبائي أرب يسوع نظر إليه وقال وما منكم بالخطيئة فرجمها حجر واحد. لم يوجد أي أحد، اسمعني جيدا، مستحيل أن تتبع المسيح إلا بالنعمة. بطرس حاول بقوته الذاتية أن يتبع الرب ففشل وشال السيف لكي يبرهن بأنه يستطيع. هذا يعني بأنه كان جريء ومش جبان 100%. معظمنا بيقول لما بطرس خان يسوع أمام جاري، وبتقرأ بالكتاب المقدس بأنه كان لاحق يسوع. هذا عم سمع علي اليوم، أنا ما عندي فرصة أن أقرأ لك، أنت روح أقرأ بالكتاب المقدس بيوحنا بلوقا بمتى وبمرقس بكلهم. قال لما أخذوه بطرس لحقه، قال مع التلميذ اللي كان بحبه، ومش بس لحقه، اسمعني شو بتقول الكتاب، يقول بأنه عمل واسطة بطرس ليفوت يحضر الجلسة المحاكمة اللي صارت أمام قيافة. بطرس كان قاعد معهم جوا، قال راح حكي مع التلميذ اللي بحبه، قال فسمحوا له انه يفوت لبطرس. بمعنى اخر كان صادق، انا مستعد اني دافع عنه، انا مستعد انه اكون معه للاخر، لو الكل تركك انا مش راح اتركك، لحقك لوين ما بتروح. لكن فجاه لما على الصراخ، فجاه لما كل شيء صار اصلبه، فجاه لما كل شيء صار خذوه لعند بيلاطس، وجر يسوع وهو مقيد اليدين، بطرس خارج لا حول ولا قوة له. فجأة امرأة تقول لي شايفتك أنا قبل، وحتين أنا شايفك أنت من لغتك عرفناك إنك معهم. أليس هذا رائع؟ كان يقولوا هذيك الوقت كمان praise the Lord وهاليلويا، ويحملوا إنجيل ويمشوا يقولوا مجدا للرب. قال من لغتك عرفناك انك انجيلي وكنت مع الاسيس يسوع. ها من لغتك، لا شو يعني من لغتك، انا يعني ما بقدر اعرف شو كان عم بيقول بطرس يعني، لكن كان يبدو عليه بانه اختلف بطرس، لم يعد بطرس يتكلم كلمات بطرس العتيق، انما صار عم يحكي اشياء ثانيه. هذا عم سمع علي الان، بمعنى آخر اسمعني الآن، ما بقدر أفهم واحد يقول لي أنا تغيرت بس كلماته بعد ما تغيرت. في ناس بيقولوا ولا مرة الكتاب بيقول لي شيء ضد كلماتي، دايما بيقول لك ضد كلماتك لأنه كلماتك تحكم عليك بأنه إن كان يحيى يسوع في قلبك أو لا. كلماتك وكلماتك تحيا تحكم عليك وعليك. الكتاب يحذرك من كل شتائم وسباب وسفاهة وقلة أدب، الكلام السفاهة وقلة الأدب. اسمعني شو بقول لك، كلام السباب والشتائم اللعنة لا يخرج من فمكم، ما تخليك شيء يطلع، لكن كلمات للبنيان تعطي السامعين. نعم إذا بتقول بس أنا يا أسيس بحمى، أنا عصبي، تغير. إيه بس أنا هيك، تغير. ايه بس انا بس عصب بطل شوف قدامي، تغير اليوم لانك عم تخطي.
وما تبرر حالك. الآن إذ خرج وفجأة بطرس كان أمام التلاميذ أمام الباقيين كلياتهم عامل زعيم، أنا اللي مش رح خونه، أنا اللي سمعت من الله، أنا الصخرة. وفجأة أمام جاري، اسمعني شو بدي لك الآن يا أحبائي، بفرجيك الآن قوة الجسد أمام امرأة يسقط. ما هذا عم سمع علي؟ إذا أنت معتقد أنك أنت كتير قوي فيك تواجه أي تجربة بهذه الحياة رح تتفاجأ، رح تتفاجأ قديش أنت بالحقيقة ولا شوي قوي. إذا نتف الرب بشيل عنك غطاء. لا اسمعني جيدا يا أحبائي، في ثلاث أنواع من الأخطية. الغطاء الأول اللي هو الأساسي اللي هو مسحة الرب على حياتك بسبب علاقة مباشرة معه، الولادة الجديدة. الغطاء الثاني هو وجودك في كنيسة محلية اللي حكينا عنه في السابق، أنك تستطيع أن تأخذ كل البركات اللي جاي على هذه الكنيسة. الغطاء الثالث يا أحبائي أن دائما علاقتك، اسمعني جيدا، وشركتك مع الإخوة المؤمنين دائما حية ودائما موجود معهم. مشان هيك يسوع لما بعتهم بعتهم اثنين اثنين. ألو، ليش بعتهم اثنين اثنين؟ لكي يشددوا بعضهم بعض ويشجعوا بعضهم بعض ويكونوا بعضهم مع بعض. طالب حدك بليز، كل واحد قل له ليك أنا بحاجة لألك، بليز خليك ملتصق فيي، كل له أنا بحاجة لألك، بحاجة لألك. إذا أنت ما بتقولها لحدا عندك مشكلة بالكبرياء اليوم، توب قل له يا رب سمحني لأنك أنت مش الكنيسة. كل واحد قل له يا هلا شي أربع خمسة، قل له ليك دخيلك دخيلك، اوعى تركني، ضلك معي، ضلك حد مني، أنا بحاجة لألك. كل واحد هيك، كل واحد إذا بتريد قل له هيك، قل له شي مرة، قل له شي مرة إذا ما بتشوفني هون عمول كل شي لتعرف كيف ترجعني. كل واحد كل واحد قل له هيك، قل له إذا شي مرة لقيتني تعبان دخيلك زورني، دخيلك دخيلك ما تركني ولا مرة. هذا بيوافقني الرأي يا أحبائي، إنك تعتقد إنك فيك تعيش حياتك المسيحية لحالك غلطان، لأنه أمام أقل تجربة سوف تسقط. بطرس تعشى مع الرب، بطرس عنده علاقة مع الرب ملتصقة وسقط. ليه؟ كان وحيداً، كان جبان اطلاقا، شيل السيف وقطش دينة عبد ملخص رئيس الكهنة، لم يكن جبان. ما الذي حدث إذن؟ لما تكون وحيد فجأة كل القوة تسقط. إبليس يا أحبائي يريد أن يستفرد فيك، يريد أن يستفرد فيك. مشان هيك تعرفوا شو الشخص اللي ما عنده شيء يعمله عادة بيخطي كتير. عبعطيك حل اليوم. تعرف ليه في أشخاص تخطي كتير؟ لأنه عاطلة عن العمل، ما عنده شيء تعمله، بيقعد بيتسلى بالناس، بيتسلى بالإخوة، بيتسلى بحي الله شيء، بيقعد بيتسلى. حتى الكتاب المقدس بينهينا بقول اوعى تعمل هيك شغلتك كتير الناس، روح شوف شغلك، شو بدك بغيره؟ ايه بس ليه هو هيك يا اخي، مالك وماله؟ وبطرس نهار احد راح احكي عن بلكي هيداك، مالك وماله؟ نهار احد راح احكي عن هذا الموضوع. الان اذ نكر يسوع بطرس يا احبائي وصاح الديك، بديك تحس الان شو بطرس حس، انه بس لثواني، يعني عم حاول تحط حالك محل يسوع محل بطرس، لأن لثواني إنه واحد حذرك، ها، وأنت عامل كل حسابك وبتوقع شيء، وبينك فجأة توقع شيء تاني. يعني أنا سهل علي نوقع فجأة
من دون ما أكون، لكن أنا أبغى أعرف إنه أنا راح لهنيك وفي جورة وأنا راح أوقع فيها، انتبه، وبرضو روح أوقع فيها أضرب وأضربين ومليار أضرب كمان. إنه بطرس راح تنكرني 3 مرات، لا ما راح أنكرك. شو بده يكون حاسس لما بلا نكره؟ كان في يقول هيك لا حول ولا قوة لي، ما هو قال. لا اسمعني شو بدي لك لاني أحبائي، هل لأنه يسوع قال هذا يعني بنا بطرس كان لازم يوقع؟ عم بسأل سؤال، راح أعطيكم الحل الآن، بس أنت فكر فيها لثواني. إذا يسوع قال لك شيء، هل هذا يعني بأنك أنت لازم توقع؟ نا لما بتوقع بتقول ما هو قال، شو أنا فيني غير شو هو قال؟ مظبوط؟ غلط. رح رد عليك بسؤال، هل يونان لما حذر نينوى هل كانت كلمة من الله؟ سؤال، حدا قاري كتاب يونان؟ نعم؟ آمين. هل كانت كلمة من الله بأن الله سوف يدين؟ ليش الله لم يدين يونان؟ كذب الله؟ تحذيرات الله يا أحبائي ليس لكي تسقط، تحذيرات الله لكي تنتصر. يونان روحوا لنينوى انه رح تنزل عليهم دينونه، ما نزلت عليهم دينونه، ليه؟ تابوا. كذب الله؟ لا ما كذب، حذرهم. رح اعطيك مثل ثاني، تذكروا الملك اللي اجى لعنده يشعيا وقال له انت اليوم رح بتموت؟ ها؟ ذكرتوه؟ قال بعدين راح برم وتاب قبل ما يفل اشعيا، الرب قال له روح ارجع، قال له زد له 15 سنة. يلا أليس هذا رائع؟ بأنه توبتك تغير كل المعادلة. ها؟ بأنك تتضع، التوبة بتعرف شو هي؟ أن تتضع أمام الله، أنك تقول نعم أنا ممكن أن أسقط، لكن يا رب أنا أريد أن لا أسقط. يا رب احميني، ارحمني يا رب، الآن افدي من الحفر حياتي. وليس في حفرة بس أنا ما راح أسقط فيها. انتبهت الفرق؟ لا مبارا في احتمال أنه أسقط فيها، لكن يا رب نجيني. مشان هيك الصلاة الربية يا أحبائي اللي المسيح علمنا أنه نصليها تقول نجينا من الشرير، نجينا، لأنه أنت ما بتعرف حالك. الكتاب يقول القلب نجيس من يعرفه. أنا محتاج يا رب أنك دائماً تضل معي تتنجيني، نجيني، لأن أنا مش رح بقدر نجي حالي، أنت الوحيد اللي فيك تنجيني. يا أحبائي هذا الرسول الرائع اللي كان تابع للآخر وقع بهذه الغلطة. نهار أحد رح بكمل أحكي عن مش بس سقوط بطرس، لكن عن قيامة بطرس وامتلاء بطرس بروح القدس، وبعد ما امتلى بطرس بروح القدس شيء ما حدث. سوف أتحدث أيضاً عن بعد امتلاء بطرس بروح القدس شيء ما حدث، وهذا الشيء سوف يؤثر على حياتنا جميعا. بأنك ما تقول أنه أنا هلأ ممتلئ بروح القدس وفيني أوعظ قدام كثير أشخاص كما فعل بطرس وأربح نفوس، هذا لا يعني أني لن أسقط، لأن الرسول بطرس سقط بعد امتلائه بالروح القدس أيضا لاتكاله على نفسه أكثر من اتكاله على الرب الذي فيه. يعني أنا بالحقيقة لا شيء. تعرف شو قال بولس الرسول؟ أنا ما أنا بنعمة المسيح. خلينا نوقف مع بعض الآن. نعم لا للاتكال على الجسد. لو القوة تنبع من الجسد كنا أنا وياك الآن مفروض أنه كلياتنا نتسجل بنادي ونبلش نشيل أوزان ثقيلة حتى لنقوي الجسد. القوة تنبع من النفس، كان لازم أنا وياك الآن ندرس كلياتنا هيك ونقعد دائما بنفسية جيدة. لا، القوة الحقيقية تنبع من العلاقة الحقيقية مع الله، من التلمذة الحقيقية. أنا تلميذ
ارفع يديك يقول أنا تلميذ، أنا تلميذ من التلمذة الحقيقية، من التبعية الحقيقية. بمعنى آخر، من هو التلميذ؟ هو التابع. تابع يا رب، أنا بدقيقة اللي ببرم وجهي عنك في احتمال أنه أسقط، بدقيقة اللي بنكر فيها طعامي الروحي، حياتي بالكنيسة، حياتي مع الإخوة، حياتي بالإيمان، في منكم زهق ربما، في منكم صار يقلل، في منكم صار ينكر هذا المسألة، صار يقول أنه معلي ما بيأثر ما بيأثر، وفجأة يا أحبة القوة الروحية تتلاشى، وبتلاقي حالك حياتك صارت مجرد روتين للسقوط والتوبة، روتين للهزيمة. ارفض هذا الروتين. في منكم صار له زمان ما صلى حتى صلوات حقيقية، ما قعد قعدات حقيقية قدام الرب. اليوم هو الوقت اللي يا رب أنا أحتاج إلى هذا النوع من القوة الروحية باسم الفادي الحبيب يسوع. ارفع يديك الآن واعلن اللي يا رب سامحني الآن، وشوف شو لازم تعمل إنك تبلش تجوع للرب. إذا أنت مش جوعان مش رح تروح تلتهف للطعام الروحي، إنك جوع، إنك تقول يا رب أنا جائع 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 لألك يا رب، جائع للعلاقة معك من جديد، جائع لحضورك بحياتي الآن. هاللويا هاللويا. صلي بقوة الآن يا أحبائي. بدي فريق تسبيح نطلع لثواني، فريق تسبيح يا ريت نطلع الآن. هاللويا. صلي بقوة، صلي بقوة. مجدا 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 ليسوع، مجدا ليسوع. نعم 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 نعم. محتاج لعملك فيا، مشتاق للمسة قوية، مشتاق لعملك فيا، محتاج للمسة قوية. انهدني يا يسوع، انهدني يا يسوع، انهدني يا يسوع. مشتاق لعملك فيا، عملك فيا، محتاج لمسة قوية، انهدني يا يسوع، انهدني يا يسوع. هللويا هللويا هللويا. ارفع ايدك لان قل له يا رب قديش انا محتاج لعملك اليوم بحياتي، انا جوعان يا رب. لان نعم نعم نعم، انت خبز الحياة الان. نعم نعم نعم. ارفع ايدك يا رب لان اريد ان اكل من خبز الحياة الان. هللويا 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 هللويا. نعم شكرا لك يا رب. نعم مجدا 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 مجدا. انت هو خبز حياتي يا يسوع، أحبك جميعا الآن. أنت هو المنجو سماوي أحيا إيمان بك. أنت هو خبز الحياة مجددا الآن. أنت هو خبز حياتي يا يسوع.
السماوي أحيا دائما بك. من قلبك أن تشبع نفسي. تشبع نفسي بك. روحي بك. أنت وحدك. ولكن ليس لها نهاية. أن يصبح هو طعامي وحياتي وبه أحيا وأوجد وأتحرك. ذبت لي اليوم أنا زبموت، ما بعرف حالي لوين رايح. أنا محتاج أن أحيا بالمسيح، لأن الذي آمن به وإن مات سيحيا. إذا أنت هذا الشخص الآن وتحتاج أن تدخل إلى ملكوت السماوات بحسب وعد الرب، لا أحد يدخل إلى الملكوت السماوات إن لم يولد ولادة جديدة. الآن تحتاج إليها الآن، بينما كل رأس منحني كل عين مغمضة. ليس على حساب قوتك ولا برك الذاتي ولا على حساب قدرتك ولا صلاحك ولا على أي شيء فيك الآن، إنما على حساب دم وقيامة وبر يسوع المسيح ملك الملوك ورب الأرباب. إذا أنت هذا الشخص الآن، صلي معي هذه الصلاة بينما كل رأس منحني وكل عين مغمضة. قال له يسوع، مش اللي عندك الآن، أنا خاطئ، بشكرك لأنه متت من أجلي على الصليب وقمت من بين الأموات من أجلي. بشكرك أن الأشياء العتيقة قد مضت، ها أن الكل صار جديدا، ها أنا الآن ولادة جديدة. بشكرك يا رب لأني أحيا فيك إلى الأبد.